أهلا بكم مشاهدينا، وإلى استعراض أسواق الأسهم الإماراتية والمؤشرات العالمية. ونبدأ من سوق العاصمة أبوظبي في هذه الأثناء، الذي يصل تداول المؤشر عند 9350 نقطة، أكثر من 116 مليون ونصف المليون سهم حتى الآن، بقيمة 334 مليون و700 ألف درهم في سوق أبوظبي. الأكثر ارتفاعاً اليوم وشركة منازل بثلاث فلوس عند 34 فلس. شركة بالمز الرياضية ترتفع ب 5%، 58 فلس للسهم عند 11 درهم و60 فلس، وبعد ذلك بعد ارتفاع أرباح التي وصلت إلى 15 مليون و700 ألف درهم خلال الربع الأول، وارتفاع للسهم مع الأرباح. مجموعة جي اف اتش المالية ترتفع ب 4 فلوس عند 99 فلس. إشراق العقارية كذلك 32 فلس. إيزليس أبو ظبي لتأجير الدراجات 30 درهم و96 فلس. الأكثر تداولا بالقيمة العالمية القابضة وشركاتها العالمية القابضة اي اتش سي عند 96 مليون و300 ألف درهم. ألفا ظبي 24 مليون و900 ألف درهم. فينيكس جروب 21 مليون. مجموعة ملتبلاي 20 مليون و700 ألف درهم. ومصرف أبو ظبي الإسلامي الأكثر تداول عند 20 مليون ونصف المليون، وتداول مع إعلان البنك عن أرباحه في الربع الأول مليار و450 مليون درهم، والإيرادات مليارين ونصف. سوق دبي للأوراق المالية عند 4176، التداولات 54 مليون سهم بقيمة تزيد عن 188 مليون درهم. الأكثر ارتفاعا في دبي مجموعة جي اف اتش المالية، بنك المشرق، الإمارات دبي الوطني يرتفع 2%، والسهم يزداد ب 40 فلس عند 16 درهم و65 فلس، وذلك بعد تحقيق أرباح وصلت لأكثر من 6 مليارات و600 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام. أمانات القابضة درهم 4 فلوس وسالك 3 دراهم ونصف. الأكثر تداولا في دبي الخليج للملاحة 62 مليون و200 ألف درهم، الإمارات دبي الوطني 24 مليون و400 ألف درهم، باركن 17 مليون و700 ألف درهم، وجي اف اتش 16 مليون و600 ألف درهم، وأعمار العقارية 13 مليون و200 ألف درهم.